تحدثني عن جاهزية المنتخب الوطني اليوم خاض وحدة تدريبية أيضا ضعنا في الأجواء وفي الصورة. بعدين إبراهيم سالم يريد يحكي وياك. الله يساعدك. أنا أعرف شو يريد يحكي الكابتن. لا على شنو يحكي؟ على شنو يحكي؟ قبل لا تبدي مال المنتخب على شنو تريد؟ على شنو؟ على على السترة على السترة. والله صح. طيب ارجع لكم شباب يلا قبل ما ارجع لك كابتن ابراهيم كابتن حبيبي لا احكي لي على المنتخب بعدين كابتن ورا المنتخب يلا ورا المنتخب اليوم المنتخب خاض وحده تدريبيه مسائيه داود تواجد جميع اللاعبين حتى سعد ناطق شارك في الوحده التدريبيه ربما بشكل كبير بنسبه 99% سعد جاهز لخوض مباراه اندونيسيا ايضا شاهدنا حضور امجد عطوان الغائب عن المنتخب الوطني ربما دافع معنوي للاعبين بانه زميلهم اللاعب المهم المبتعد عن المنتخب الوطني تواجد مع المنتخب في هذه الفتره لدعم زملاء اللاعبين بالتالي انا اتحدث لك عن المستوى المعنوي اترك الامور الفنيه للكباتن الموجودين في الاستوديو هم اكثر خبره وهذا من اختصاصهم لكن بالتالي معنويا وانت ذكرت بانه الاعلام العراقي نعم الاعلام العراقي هو الاكثر الموجود في قطر لتغطية البطولة وأيضا اتفاق كبير بين جميع القنوات المواقع مواقع التواصل الاجتماعي الصحف على دعم المنتخب الوطني في هذه المرحلة بشكل كبير الابتعاد عن كل موضوع سلبي يؤثر على اللاعبين بالتالي الإعلام العراقي داعم بشكل كبير للمنتخب الوطني الجماهير العراقية داعمة للمنتخب الوطني في هذه المرحلة جمهور عراقي يصل بداية من يوم غد إلى قطر لدعم المنتخب الوطني في المباراة القادمة زي. أنا أتحدث الجمهور العراقي موجود أكيد لكن أتحدث عن نسبة كبيرة تحضر في الأيام القادمة لدعم المنتخب الوطني خلنا نأخذ الجمهور العراقي اسمع الجمهور العراقي داود حتى أختم وياك الجمهور العراقي الحمد لله على سلامتك الله يسلمك رحم الله والديك كيف شاهدت اليوم